عشان ليه نحطه؟ عشان نكتب يعني نقدر نمحى ما دام حطينا هاي السب تايب اوف وحطينا الجزء من وحطينا هذول خلص ليش نحطه؟ لا بس هو نحطه عشان نحط فاكتشوال نولج معرفه حقيقيه مهمه حتى نفهم معنى الكونسبت. وغالبا هاي الاشياء اللي عدن احنا صعب ان نكتبها بطريقه فورمال. صعب ان نكتب يعني بكون مصفوفة بيانات مكونه من صفوف واعمده او بدي اكون زجره بصوت قوي كيف بدي اكون؟ لو بدي امثلها بالمنطق ما هو اذا بتمحوا الكلمة اذا بتمحوا الجلوسز هذا كله بتكتبوا بتقدروا تكتبوا بالدسكربشن لوجيك؟ المفروض والله هذا سؤال مثل الامتحان ما دام في متنفكر ريليشن في الموضوع بالضبط ولا شيء جدول او مش الجدول بحط الجدول انا بقول ايش؟ 6 سب تايب كوف 10 هلا بس هذول مرات في اشياء يعني لو كنا محينا وحطينا كتبنا بلوجر مش واضح ليه؟ لانه في اشياء صعب نمثلها بالمنطق زجره مثلا بدي امثل انه الزجر بس بصوت قوي بك خلص بكتبها كتاب هلا المهم انه هذا مش زي ديكشنريز وزي الانسايكلوبيديا عشان بقى احط فيه هيك زي كم ملاحظات وكومنتس لا هذا ما هذا ما هذا بينكتب بصيغه خاصه جدا هاي شيء هاي الصيغه اول شيء لازم تبدا اول كلمه في الجلوس في ايش شيء اول كلمه في الجلوس لازم تكون هي السوبر تايب يعني شو اول كلمه هون شو أول كلمة هون؟ شو أول كلمة هون؟ شو أول كلمة هون؟ شي أول كلمة هون؟ سوري نهر هاي زجر لاحظ؟ فوكأنك بتجيب سوبر تايب شو تعني في الأنثى؟ إنسان شو؟ طيب شو تعريف يونيفرسيتي؟ بلدي مؤسسة 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 هلا بس اني مؤسسة او مؤسسة اكاديمية بس اني مؤسسة اكاديمية هلا بنشوف اذا اول شيء بيش مبدا كيف نكتبه بالسوبر تايب شو تعريف العويل يا عصام صوت العويل صوت وين والبكاء بكاء عويل صوت خلينا نقول صوت كله اصوات هلا لو جينا قلنا العويل هو سب تايب من بكاء اذا شو تعريف العويل هو هو مش بكاء هو بيبدا في كلمه بكاء هلا بعدين شو بتحط distinguishing properties characteristics well our properties بتحط الصفات المميزه هلا لما نقول شو تعريف المراه أو أنثى يعني أنثى إنسان مثلا تقول هي إيش؟ إنسان يا إنسان آه بس أنو نوع من الإنسان مش تروح تقول لي إله جرين وإله دير ده ليش؟ أنا شو بدي؟ الصفة المميزة شو هي الصفة المميزة إنها قادرة على الولادة الحمل والولادة أنا مش شرط الولادة بس طيب إذا قادرة على الحمل والولادة مزبوط؟ إذا خلص بقول بس كلمتين فيش داعي اقول اكثر الانثى هي انسان قادر على حمل الولاده شو تعريف الانسان حيوان يضحك يعني او يعقل وينطق بس فهمت علي بجيب بحط السوبر تايب بحط الصفات المميزه الجوهريه واضح بقى هلا وهلا نيجي نقول كيف نكتبها written in a form of propositions يعني ايش يعني ما بعملهاش انشاء بقولش هو مصطلح هيك المقاومين بتقول هو مصطلح يطلق على كذا عندما يكون هذا كله كلام فاضي في داعي اقول هو مصطلح طب ما هو مصطلح ما عارفين مو كل شيء مصطلح صح او ببدا القواميس العربيه المضحك والمبكي طبعا ما هيك يعني زي مثال مزبوط ما حد يقوم يسعفني يعني
لو أقول طالب بقول هو ما يدرس، يعني ما قصدهم يعني الشيء الذي. ليش تبدأ، ليش تبدأ الشيء؟ ما بمعنى هون ما يعني الشيء، ليش تبدأ؟ خلص ابدأ بالسوبر تايم تبعه يا أخي، وحط الصفة المميزة وبعدين حط نقطة. كملش لا تقول لي لا بيت شعر ولا كيف ولا كيف ورد ولا لا بحكي غلط. أنا بس بدي أشوف المعنى، أنا بفتح القاموس عشان أشوف شو المعنى بالذكرى. هلا كنا أول صفة بدأ إيش سوبر تايم، زي مثلا شو تعريف سيرش إنجين؟ A computer program that. شو تعريف invoice؟ A business document that. شو تعريف university؟ An institution of. يعني هلا بعدين focusing on distinguishing characteristics. شو قارن لي هاي يا وليد؟ شو الفرق بين لابتوب كمبيوتر؟ عندنا تعريفين، عندنا تعريفين شريحة. واحد بيقول a computer sorry اللابتوب، لابتوب كمبيوتر يعني a computer that is designed to do pretty much anything a desktop can do. It runs for a short time, usually 2 to 5 hours on batteries. يعني هو إشي مصمم يبقى يعمل إشي زي الديسكتوب كمبيوتر وبيشتغل على البطاريات. هذا مليح هذا التعريف؟ طب إذا جبنا سيرفر وشغلناه على البطاريات بصير لابتوب؟ ها؟ استيوبي قابل للتنقل مثلا، قابل للتنقل؟ هذا قابل للتنقل. لا ما هو بتحكي ما ما اوكي أبورتابل كمبيوتر قابل للتنقل. طب كديش؟ small enough to use in your lab. هاي اللي هاي اللاب يعني بحطه تحت أباطي وبمشي وكأنه. هلا شفتوا كيف الصفة؟ يعني أنا ليش ركزت بس على الصفة هاي، بس الصفة المميزة وبس. طب بلكي كل واحد حط صفة مميزة غير عن، لا ها انتبهي، بس بلكي كل واحد، هذا سؤال، بلكي كل واحد حط صفة مميزة غير على العكس. إذا مش صفة مميزة على العكس. لا لا مثلا بكون أكثر من صفة فيه. هلا أنا مثلا تخطر ببالي صفة، لا الصفات المميزة هم الأكثر اشتراكاً بين الناس، الصفات العرضية هي اللي أقل اشتراكاً. طيب إيش مميز اللابتوب؟ شو اللي مميز اللابتوب؟ عن الديسكتوب مثلاً. إنه بقدر إنه هو. أنت بتحكي هيك، هلا لو سألتهم بدون ما تجاوبهم شو راح يحكوا لك؟ بغض النظر هم بيجون غلطانين أو مش مفكرين فيها. على كل حال مش سهل إن نلقى مرات الديستينجوشن كاركترستكس وصعوبة بناء الأنتولوجي. يعني ما الذي يميز البكاء عن اي صوت؟ اه يا سام. طيب سؤال، ما الذي يميز النواح عن العويل؟ طبقه الصوت دكتور، حده الصوت بلزم. وين نروح ننبش على الصفات الجوهريه؟ ما تصيرش تقول لي المراه التي تبكي على، بلزمنيش، ما بلزمني صح. طيب توصل بس جديد السوبر تايب، هل بلزم كمان تكون عندي 3 واضحه؟ انه اول اساوي 3 اذا بدي ابني الانطولوجي. سؤالك ابني اول شيء التري بعدين الكونسبت الجلوس ولا العكس؟ انا هاي بسميها عمليه انتر اكتف، هيك بترد تغير، هيك بترد تغير، تتذكر. طيب وهون ريتل ان تيرمز اوف بروبرتيز اكون، يعني مثلا نقول ا كمبيوتر بروجرام فور سيرشينج ذا انترنت it can be defined. يعني هذا سوري شو تعريف سيرش انجن؟ a computer program for searching the internet it can be defined as one of the most useful aspects of the world wide web. some of the major ones are Google. قارنوه بواحد ثاني، a computer program that enables user to search and retrieve documents or data from a database or from a computer network. هلا يعني in terms of propositions، بعرف شو معنات propositions بالعربي، يعني مكتوب بطريقة إنه صفة والصفة والصفة يعني. لا يعني نقول أيوة في تتابع، يعني نحط super type بعدين نحط distinguishing characteristics واحدة وراء ما إذا ممكن، يعني واحدة وراء الثانية. بعدين ممكن نحط بنفلي إيش إنه مش ممكن، بس في حالات، في حالتين أنا بفضلها، اللي هي إنك توضح شيء شائع، شيء خاطئ شائع
صحته، شاعت صحته، أو شيء هو صحيح وشاع خطأ. يعني مثلا بتعرف بوك، معظم الناس بتغيب عنه إنه الإي بوك هو بوك. وممكن أحط مثال، مش إنه مش ممكن. ليش الثالث؟ إنه مش لازم يكون في فرق بين تري بنسميها الفورمال أكسيومز والمكتوب. لاحظية؟ يعني أنت بتعرف في هون مثال في العربي كونتروج، أنت بتعرف بنهر، واضح إنه إيش نوع، هو ما يجري يتدفق على شكل كذا إلى آخره. تيجي هون تكتب إشي بيتعارض مع، أو تيجي تكتب لي هو ليس، يعني خليني أضرب مثال آخر. هون زجرة بصوت قوي، هون تيجي تقول لي يعني شو معنى زجرة؟ عنف بنية النهي أو الطرد أو التوبيخ. يعني صرش أجي يكون زجرة بصوت خفيف مثلاً أو بالضبط. إشي بتعارض مع الأساس. إشي بتعارض مع الأساس بس مكتوب، هو عشانه نقدرش نعمله نفحص لأنه مكتوب بالناتشرال لانجويج، فبصيرش إنك تتعارض. هلا الإشي الثاني بي سافيشنت كلير إيزي تو أندرستاند أند سو أون. وير ديت جلوسز دو نوت فولو ساتش أنتولوجيكال هاي الجايد لاينز مش موجودة في. يعني من الأمثلة اللي حجيب لكم إياها تكتبوا جلوسز لأسماءكم ولأسماء الناس اللي في الشعبة، وتكتبوا جلوسز هيك أجيب لكم مجموعة كلمات تكتبوا لها جلوسز، بدي أشوف بدي أفحص. ومش تقول لي من هلا، مش تقول لي والله ما بعرف إيش، أنا بعرف كيف أكتب الجلوس بس بعرف إيش يعني، شو يعني شو كتاب، بعرف إيش يعني شو كتاب بالعربي او بالانجليزي مش مهم. مش مهم. هلا بعرفش يعني كتاب، تيجي تقول لي ما بعرفش يعني شو كتاب. لا ما بتعرف شو يعني كتاب. شو يعني؟ طيب. هلا لاحظوا اذا سويتوا هيك شوفوا النتيجة المحلى. هلا عن جد اشي ممتع. طلع شو تعريف جدول؟ مصفوفة بيانات مكون مصفوفة عاملة. كنا مصفوفة. إذا شوف الكلب هاي مصفوفة، هون شو المصفوفة؟ ترتيب الأشياء جنبا إلى جنب. هلا لو جبنا محينا كلمة مصفوفة بيانات مكونة من صفوف أعمدة، لا نجتنب حاها، نستبدلها ب نجيب هاي ونحطها مطرح كلمة مصفوف. ترتيب الأشياء بصير ترتيب الأشياء جنبا إلى جنب، بس هاي الأشياء بيانات والجنبا إلى جنب هون مكون من صفوف أعمدة، يعني مصفوفة بيانات مكونة من صفوف أعمدة بس هي ترتيب بيانات جنبنا على جنب على شكل صفوف عامله، صح ولا لا؟ مزبوط؟ ها؟ عصام مش واضح عليك؟ لا واضحة. غير شريهان واضحة؟ مريح؟ هلا طيب لو جبت بديش احط هون ترتيب، يعني بديش ابدا بكلمة ترتيب، يعني شايفين هالجدول؟ لو بلشت في كلمة ترتيب مش مصفوفة، يعني اروح اجيب تعريف كلمة ترتيب واحطه هون بتصير هاي. طيب لو بدي ابدا في ترتيب، او سوري انا قلت مصفوفة، لو بدي ابدا ترتيب تنظيم، لاحظوا هاي تنظيم الاشياء جنبا الى جنب بصورة منهجية، هاي ترتيب الاشياء جنبا الى جنب. شو الفرق بين هاي وهاي؟ انها هاي بصورة منهجية، هاي بصورة منهجية، هاي جنبا الى جنب، يعني جنبا الى جنب هي حاله خاصه من صوره منهجيه. يعني ممكن منهم احط ترتيب الاشياء مش جنبا الى جنب بس بصوره منهجيه، بتصير هاي ترتيب بس مش مصفوفه، واضحه؟ فممكن استبدل هون جدول، اذا مصفوفه بيانات بكون مصفوفه عامده، بستبدل كلمه مصفوفه، اجيب تعريف مصفوفه واحطه هون بتصير ترتيب بيانات جنبا الى جنب على شكل صفوف عامده. هذا تعريف كلمه جدول. هلا لو بدي كمان احط مطرح مصفوفه شو هو؟ أو مطرح ترتيب، أجي أفرطها وأحط مطرحها تنظيم، اللي هي هاي تعريف هاي، بصير تنظيم بيانات بصورة منهجية جنبا إلى جنب على شكل صفوف عاملة. هذا الكلام إذا كتبنا الجلوس يعني حسب هاي الرولز نلقى إنه نقدر نفحص، يعني تعريفنا نقدر نفحص صحتها. يعني إيش إنترستينج دكتور، بس أنت مش استبدال هون، أنت دمج عملت يعني ويل دمج، بس دمج ورين مفتحة مش دمج زي الماكنة، يعني مش الماكنة اللي دمج.
بس الثلاث المعاني صحيحة. طبعا هي هي نفس الإشي. يعني هي بالضبط نفس الشيء. كويفلنت. واضح؟ في سؤال لحد هون؟ طيب. هلا شو الفرق بين الأرابيك أونتولوجي والويب نت؟ أنلايك ويب نت، الأرابيك أونتولوجي فلسوفيكلي ويل فاوندد. كيف؟ إنه focuses on intrinsic properties. All types are rigid. هاي لسه ما خدتوهاش. كنا في إن student بيشتغل type of person. الwork table مش table. ماخذين هاي الأشياء بعين الاعتبار. The top levels is derived from top level ontologies. مش ال beginners 25 beginner تاعت الويرد نت هذولا لو تقارنهم في top level تاعت الأرابيك ontology تاعت الأرابيك ontology هذولا عملوهم linguists. هاي معمولها مبنية على أسس فلسفية يعني على literature معمول بالفلسفة. ال relations هو mathematical semantic relations عنا are well defined mathematical relations مش شو مقبول عند الناس. طيب ال glosses عنا strictly controlled. صح؟ في حد عنده أي سؤال؟ في حد عنده أي سؤال؟ طيب أنا ضايل معي نص ساعة نكمل ولا لا؟ طريقكم بعيد الساعة 5. في حد عنده مشكلة إذا بنكمل؟ لا نكمل ولا لا؟ بسرعة حسمي. في حد عنده مشكلة؟ طارقة إنك لازم تروحي؟ في غير شريهان؟ انا ما اعرفش انت. اذا بس اثنين ثلاث بدهم يروحوا بكمل، اذا اكثر بوقف. تقدر تضلي؟ بضل. انا حسب الشوفر. طيب خلينا نكمل. هلا بدي انا ادرس معاكم كيف قاعدين بنبني في الأرابيك. يعني انا وضحت لكم لحد الان شو فكره الأرابيك أونتولوجي. حبيتوها ولا لا؟ ها؟ حلوه بس دقيقه. شكله لا. لا حلوة بس عشان دقيقة مش سهلة. لسه بدنا ندرسها أكثر. مش سهلة. طيب. وذكر يمكن الخروف عشان فيها فلسفة. عشان شوي. لا هاي عشانها شوي شوي يصير أسهل الأمور. طيب. هلا اللي أنا بدي أوضح لكم إياه يعني كيف بنيناها أو كيف بنبني فيها. أول خطوة. جبنا رحنا على قواميس اللغة العربية وجبنا منها glosses أو concepts. بعدين عملنا automatic mapping بين العربي والword net. بعدين ربطناها مع top level تبعتها. بعدين عملنا reform. ندخل فيهم واحدة واحدة. رحنا هلا إحنا في قاعدين شو بنساوي؟ بنجيب القواميس اللغة العربية كلها بنطحنها. أنا مطحنة. شو المطحنة تبعتها بتساوي؟ نجيب القواميس ما تلمسوا ايدينا منو حمله بنعطيه للطلاب يطبعوه. عندنا جيش من الطلاب بيطبع مندبه كله في داتا بيس منوحده منغربله منعمل له كليننج ومنظبطه. مطحنة شغال يعني يعني عندنا هلا تقريبا حوالي 80 قاموس يعني من القواميس المهمة جدا باللغة العربية. كلها داتا بيس واحد او اكثر حتى مش حافظ الرقم بالضبط. هلا فكولكت از ماتش جلوسز او كونسبتس فروم سبيشاليزد اند جنرال ديكشنريز مانيوال اكستراكشن فروم ديكشنريز ذن بيسك كليننج دان اوتوماتيكلي. واضحه؟ طبعا السلايدز قديمات شويه عندنا 75,000 جلوس وبتوقع انه اكثر من هيك بكثير هلا. عندنا 100 هلا بجوز حوالي 200 واحد صاروا مشاركين بالطباعه. في 150,000 جلوسز اكسبكتد ذيس يير على فكره بكت 2011 هلا ب 2012 فيعني عمليه شغاله. عملنا اعلان عن وظائف جزئيه للطلبه المهتمين. ها؟ نعم كيف؟ قرأته على التاج
وأي ديكشنري لازم ندور عليها الأهم عنا؟ مش أي ديكشنري ندور بناخذه. أنا بريوريتي أول إشي بدنا ندور على اللي بيركز على المعنى، على اللي فيه multiple meanings، اللي فيه يعني البروسمي بس إيش مش mixed up. بدك ساعة وأنت تقرأ عشان تعرف إنه كيف بيميزها، ميز بين المعاني، لأنه في قواميس واضح فيها تميز بين المعاني. إذا كان الستركتر تبعه في أشياء صعبة زي الوسيط مثلا مش سهل، ندور على الشيء الأسهل والأسرع. ها طيب قواميس، عندنا كثير قواميس، ايش بناخذها وايش ما بناخذهاش. زي مثلا هاي قاموس، هذا صعب نستفيد منه، او زي اقرب الموارد تقدرش تاخذ منه شيء مكتوب بطريقه ولا لها اي ستراكشر. هاي مثلا معظم الالفاظ المشتركه، درس، هاي الكلمات، هاي معاني صغيره جدا عنها، طبعا مش جلوسز يعني لا ترك لجلوسز، بس اوكي كلها جبناها. المعجم الاسلامي صعب تستفيد منه، معجم الحاسبات كان ممتاز، الويكشنري في شيء اسمه ويكشنري ممتاز، وهلم مجرة فتحنا عدد كبير منه. هلا بعدين بنبلش في ستيب 2. ستيب 2 هلا قلنا ايش احنا عندنا، صار ايش عباره عن هاي هون عندنا كونسبت وكونسبت 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 مش موجوده هاي تطلع هون. هاي مثلا برنامج تطبيق او ابلكيشن بروجرام، برنامج معد للاستخدام في تطبيق محدد، صح؟ هذا عباره عن كونسبت. في علاقه مع كونسبت ثاني؟ لا احنا هلا دبينا ضم كم هائل من الكونسبت، واضح؟ هلا بالمقابل ركز معي منى منيح، بالمقابل شو في عندنا؟ لحظه، هذا الكونسبت ايش مكتوب؟ عربي، عربي بس، الكلمه العربيه عندنا. هذا شو نعرف عن هذا الكونسبت؟ كلمة العربية وجلوس عربي. هلا بالمقابل شو في عندنا؟ الوردنت عبارة عن شجر، هذا ما مفري. طلع شو بدنا نسوي هلا؟ هلا احنا شو بدنا ندور نوجد العلاقة بين ايش؟ هذول الكونسبت. كيف بدنا نوجدها؟ عملنا ماتشنج فانكشن، باخذ الجلوس العربي، الجلوس العربي وبالكا اوتوماتيكلي انو سيمانتيكلي ايكويفالنت جلوس في اللغه الانجليزيه. بقارن بكلها. كيف بقارن؟ جايين علي، جايين علي بعدين، بس افترض انه بيسويها. هلا اكيد انه سي هي ايكوال ل دي، وبعد شوي كويت انه ايش اي ايكوال ل دي. اذا نستنتج انه سي ل اي، نستنتج انه في علاقه زي هيك قاعدين. هلا هاي العلاقه انتبه انها this is only a good start، يعني مش انه خلص انتهت الحياه، لانه هاي زي ما قلت لكم قد انه باللغه الانجليزيه لا مش بالضبط. يعني احنا عندنا اللبني مالها نوع من انواع اللبن، ولكن من مشتقات اللبن، ولكن عند الانجليز بجوز انها تكون نوع من انواع الجبنه، فمش مش بالضروره هاي تكون صحيحه 100%. ملاحظين؟ فاحنا بعدين بدنا نعملها كليننج بطريقه خاصه، بس وضحت هاي الفكره؟ على فكره وبدي ارجع هون، لاحظوا هلا انا لما بجيب من 205 من عندي 1000 قاموس وبدب منهم هون، مش في القواميس بتتكرر برضه؟ في عندي كونسبت بتتكرر نفس المعنى، بس انوك الجاحظ ولا ابن حفص كتب جلوس تعريف لمثلا كلمه الطهاره، وابن تيميه فيك سوري انو مؤلف لسان عرب؟ ابن منظور والوسيط اذا بتعرف قاموس ثاني؟ بغض النظر، يعني مؤلف في قاموس الوسيط مثلا الطهاره تعريفها كذا وكذا وكذا وكذا، وابن منظور في لسان العرب شو كتب؟ تعريف كذا كذا. لاحظ انه قد يكون في عندي تو جلوسز
مختلفات بإيش؟ بالصياغة، بالتعبير، ولكن المقصود إنه واحد. هاي بسميها redundant concepts. كيف أنا ننظفهم أوتوماتيكلي؟ نفس الماتشنج فانكشن، بدل ما يعمل مقارنة من هون لهون شو بيساوي؟ بمسك هاد وبقول له إيش؟ منى تيجي هون منى شوي. بيجي هون بياخذ سي وبقول له والله شوف لي سي، أنو أكرم واحد عليه؟ مالناش علاقة فيه. في الوردنت إذا بدنا ممكن نستعمله داخل، احكوا معي داخل العربي كنترج. ولاحظ على فكرة لو بدي كمان استعمله داخل الإنجليزي، يعني هو بكيس. وشو يعني الفانكشن بيساوي؟ بكيس سيمانتيك ديستانس، يعني البعد المعنى، بعد في المعنى بين تو جلوسز. أنا جيفين تو جلوسز، مرة بستعمله للماتشنج، مرة بستعمله لعشان to detect redundant concepts within the Arabic ontology itself. واضحة؟ طبعاً أكيد في قصة دكتور إنه يقارن. خليك لما تخرج فيه. هاد ندخل فيها. إذا هاد ندخل فيه هو function smart algorithm. شو الانبوت تبعه؟ بلس. هاي مثلاً عندنا كلمة دولي. عندنا كلمة إيش؟ دولي. شو الجلوس تبعها؟ بلد لها حدود معروفة وشعب وفيها حكومة ومؤسسات منظمة. هذا هيك كنا احنا في احد القواميس. هلا وعندي انا قديش هون على قديش كونسبت يا سما في الورد نت قديش؟ 155,000 كلمة. 117,000 كونسبت. 117,000 كونسبت يعني 117,000 جلوس. 117,000 بلوك سميته بلوك، متذكرين؟ هلا شو الماتشنج فانكشن بيساوي يا فاتح؟ باخذ هاي وباخذ هاي وبقول لي هاي هي الاوتبوت، هاي اللي هي يعني اني كونسبت، هاي a politically organized body of people under a single government. هاي يعني هاي من ال 117,000 بكل هاي كيف بشتغل؟ لسه سوري انا بدي اشرح كيف بشتغل هلا، هلا بنيجي كمان شوي. هلا بعدين شو بنساوي؟ لاحظوا انه هون انا هذول انا اقول لكم هذول جبناهم من قواميس، او يعني تذكر هذول جبناهم من وين؟ من قواميس. نربطهم مانيوالي في سب تايب ريليشنز هون مانيوالي. طبعا بعد الليفل العاشر بالضبط. بعد الليفل العاشر each Arabic concept from the previous states is mapped to a concept in the 10th level. هذا مش اوتوماتيكلي، هذا بنسمي مانيوالي. ماشي. هلا بعدين بعدين هاي هيك مثلا H بنقول صفر، C اصطلاح لغوي، A اصطلاح لغوي، J اصطلاح لغوي. هلا قبل شوي شو كان عاملين كمان؟ هاي من وين جايبينها احنا؟ هاي العلاقة عملناها مانيوالي. هاي العلاقة ماتشنج فانكشن جابها يعني كمان مرة احنا عملناها مانيوالي صح؟ هذول منين جبناها؟ من القواميس. بعدين نعملهم ماب مانيوالي للتنت العاشر، ما بكفيش. هلا بعدين بنشغل الماتشنج فانكشن بقارن بالوورد نت وبرجع لنا شو هذول. انا مش شايف غلط، في وين في غلط؟ الاتش مش لازم تطلع فوق، لازم تروح على نفس الكلاس. لا خلينا نطلع على هاي الناحيه، من هاي الناحيه شو في غلط؟ اشوف شو نساوي. واضح انه الماتشنج فانكشن بكا يشتغل مليح اذا هاي الاتش. ما هو احنا لما احنا جينا جبنا هذول لحالهم وعملنا الماب تحت التنث ليفل،
اذا هاي وهاي رح تحت هاي احنا ما دورنا علاقات بين احنا خلينا الماتشنج فانكشن ندور على علاقات بين معناته هاي تلزمش صح هاي ما بتلزم هاي نمحاها هذا متاكد انه صح اللي اشتغل هذا متاكد انه صح هاي نمحاها نيجي لها واضح الماتشنج احنا ما نولي كنا هي صفه الماتشنج فانكشن كنا ايش هي في الاخر تروح تطلع على الغلط مسافه بعيده واضح انها هاي لا لازم نمحاها فهو كانه هون بعد ما نعمل مابينج اوتوماتيكلي بالماتشنج فانكشن بنروح وكأننا بنعمل قديش او قديش هذا الكلام صحيح ولا مش صحيح واضح هلا بعدين نعمل بعد ما هاي العمليه بصير في عمليه ريفورم للجلوسز هاي اوتوماتيكلي زي ما سال فاتح قبل شوي هل نعمل ري رايت للجلوسز يعني انا هو نكتب الجلوسز ولا نكتب نحط السب تايبس الشجره ولا الجلوس يعني هاي عمليه من ما ريفورم هلا خلصنا لحد هون انا شرحت لكم شو عن المشروع ديزاين برينسيبلز الميثودولوجي والبروسس اللي سويناه لحد هلا والريسيرش الموجود بدي اشرح لكم عن الماتشنج فانكشن جاهزين الماتشنج فانكشن متذكرين هاي العمليه متذكرينها هلا هاي صارت مانيوال وهاي صارت اوتوماتيك هاي اوتوماتيك وهاي اوتوماتيك اذا اقترحنا هذا هيك مزبوط هلا الاسامبشن اف وي كود نو ذات يعني اذا بنقدر نعرف انه هاي وهاي ايكويفالنت وهاي وهاي ايكويفالنت اذا بنقدر نعمل درايف لهاي ريسيرش بروبلم given an arabic concept and find automatically equivalent concepts if exist في concept دكتور ولا gloss ما هو gloss واو هون gloss بتقدرش تفسر كثير بيه بصراحه هو concept هو concept gloss يعني اذا بدك والconcept مو concept في راسنا هو gloss هو تعبير عن concept اذا قلنا دوله بدنا نطلع منها هذا واضح هلا شو بنسوي ناخذ هاي تروح على ثلاث ستيبس اول مره ناخذ العربيك جلوس بنترجمه لانجليزي يوزنج ايش اوتوماتيكلي برنامج اللي بترجمه باستخدام شو احكي جوجل او بينج تزبط هاي يا منى تزبط اوتوماتيكلي منى يعني اخذت لنا قديش 10000 اخذت لنا 10000 ورجعت لنا بليله ترجمتها يعني على السريع برنامج بعدين هلا بدك تروح تقارن 117000 كثير اعطيني دومين سميه سيرش دومين بعرف قديش حجمه 1000 2500 كل ما غير يكون احسن بحيث انه هذا الكونسيبت موجود هناك يعني شو ندور على 117 يعني استثني اعمل برونينج اذا بدكم برون كامل انا بس بدي سيرش دومين الاحتمال يكون فيه هذا الاكوبلنت بعدين بعد ما هذا السيرش دومين خلص مثلا السيرش دومين صار 500 ولا 1000 اعمل رانك لل500 حسب قديش هو قريب على الجلوس الاصلي الجلوس اللي هو المترجم اذا ترجمنا الجلوس من العربي للانجليزي صار عندنا جلوس ايش كملوا جلوس مترجم يعني صار انجليزي هلا بدي اذا اقارنه بال117000 فرنج بعطيه له بطريقه ما بحدد بقول بحدد السيرش دومين بقول بدور لي على 500 ولا 1000 ولا 300 ولا 2000 ولا 5000 بدل ما ادور على 117000 بقول هذا بسميه سيرش دومين بجيب السيرش دومين ها كل واحده منهم بعطيها علامه رانك قديش هي بعيده او قريبه عن الجلوس اللي معي هلا بنشوف كيف
هلا اللي اعلى واحد بالعلامات هو اللي باخذ هو الماجد. كيف؟ هات هاي ترجمناه لانجليزي لانجليزي حتى لو الترجمه مش منيحه كثير بس اتس ساتيسفاكتوري. بعدين شو بسوي؟ باخذ كلمه دوله ترجمته انا ماشي خلص. بعدين باخذ الكلمه تبعته هاي الكلمه شو بسوي فيها؟ بترجمها. بترجمها لشو؟ انجليزي. بترجمها لانجليزي. شو كلمات دولة؟ طبعا هاي اوتوماتيكلي برضه بترجمها. بروح على ديكشنري اونلاين ديكشنري وبترجمها. مثلا دولة ستيت كونتري نيشن بوليتي دالان اربع خمس ست سبع كلمات عشر كلمات. بروح على هذول الكلمات، هذول كلمات انجليزي. بروح على هذول الكلمات، هاي الكلمات. حسب الديكشنري، حسب الترانزليشن. حسب الترانزليتر طبعا. شو بساوي؟ بشوف الورد ليست شو بيكتبوا بشوف شو هم الجلوسز تبعهم هم بالورد ليست. وبعدين الترجمة شوي شوي. هلا بقد انه ما بكفيه ديروا بالكم. قد انك تروح مش بس على الجلوسز تبعينهم وتروح تاخذ الجلوسز تبعينهم والجلوسز اللي فوقهم بليفل وتحتهم بليفل. لاحظين؟ يعني بروح بشوف الجلوسز تبعينهم هاي الجلوسز تبعينهم باخذ واحد وبقول له والله تعطيني كمان كل الجلوسز اللي فوقه بليفل وكل الجلوسز اللي تحته بليفل. مش دائما بزبط اني بلكاها. هلا هذا الكلام شو معناته؟ هلا معنى دولي بالعربي اللي الجلوس المترجم هذا اللي ترجمناه بجوجل هو اكويفلنت لواحد من هذول السيرش دومين. شفتوا كيف؟ هلا يعني تو ماني ليفلز. اذا بطلع طب اخذ ثلاثه ليفل مش واحد اخذ ليفل. قلنا تاخذ كلمه كانتري بتروح تشوف البلوس تبعونها وتحطن هون ستيت والبلوس بتحطن هون وهون مجره عصام. هلا قلت لك اطلع ليفل او انزل ليفل او اثنين. طبعا هو احسن ازيد ها ولا انقصه؟ زيد لا احسن شيء كواحد بس بدنا نضمن ناكل معنا. احسن شيء شو ايديالي يكون ستيرج دومين قديش فيها هنا؟ إذا لقيت واحد وهو بيحقق اللي بدك إياه خلص. هلا كل ما زدت بضل الالجوريثم. بس في النهاية مهما زدت أنت ما بتزيد يعني جلوسز كثيرة. لا بزيد. لأنه في كم من كلمة عندك كل واحد لها ثلاث. لا 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 أنا مش بقول الكلمات. باخذ الكلمات باخذ الجلوسز تبعينهم بروح على الجلوسز يعني السب تايبس والسوبر تايبس تاعت الجلوسز. ايوه يعني هلا قديش؟ هلا اذا رحت 10 ليفلز و10 ليفلز اخذت كل الورد نت. هلا كم اروح وكم اجي؟ كل ما وسعت بستفيد شغلي اني بضمن ان الجلوس اللي بدور عليه كان موجود. وكل ما نقصت بكون احسن لاني بضلش الالجوريثم في شيء بنفعش. طيب هلا هلا بعد ما اسوي هذول بدي اعمل رانك ذا كونسبتس ان ذا سيرش دومين. بدي اعمل لهم رانك تعطي علامه هيك. هاي بدنا نبلش حسنات العلامات. باجي باخذ كل سوري شايفينها هاي خليني ارجع بس معلش نحط كل لحظه هاي عاد هلا هذول ما ننساها. هلا بنروح وين؟ على الجلوس تبع هاي صح؟ هلا الجلوس تبع هاي بدنا بنحوله الى اري. هاي الجلوس هذا المترجم هذا اللي اعطيناه اياه جوجل. A country with defined borders, the people and government and institutions. بحوله لايش؟ لاري. هاي الاري من واحد الى ام. وين رحت بام؟ سمر اند وين رحت فيها؟ محيتها لان هاي بنسميها ايش يا وليد؟ ستوب وورد. ستوب وورد
باخذ الكلمات يعني بمحى منها كلمات، بمحى بعض الكلمات بعدين بحطها. بعدين شو بساوي؟ لاحظ هاي من واحد لام، بعدين بصير اضيف عليها كلمات. هاي من واحد الى ام، هاي الاوريجينال ويردز. ها بعدين باخذ كل كلمه من الاوريجينال ويرد، كل كلمه من الاوريجينال ويرد وحط السينونيمز تبعونها. كل كلمه من الاوريجينال ويردز وحط السينونيمز اللي لها. باخذ كانتري وبشوف قديش السينونيمز تبعتها وبضيفها، باخذ ديفاين السينونيمز تبعتها وبضيفها. بعدين مش هذا، هاي صارت من ام لان. شو هنا السينونيمز تبع مجموعه الكلمات هاي. بعدين باخذ السب تايبس تبعت هذول الكلمات، سب تايبس تبعت هذول الكلمات. وفيش سب تايبس الكلمات، بس في سب تايبس المعاني، بس مجازا يعني السب تايب تبعت المعنى ناخذ الكلمه تبعته نحطهم كمان بنضيفه. والسوبر تايب، سوري هاي السوبر تايبس. فكمان السوبر تايبس بضيفهم. وبعد ما اخلص اذا صار في عندي الاوريجينال ويردز هذول الكلمات، والسينونيمز تاعون هذول الكلمات، والسب تايبس تاعون هذول الكلمات، والسوبر تايبس تاعون هذول الكلمات. وبعد ما اساوي بروح بضيف كمان، بتطلع هاي الليست اللي صارت من واحد الى بي، باخذ كل كلمه من هاي الكلمات وبلكي الستيم تبعها. شو الستيم؟ كنا الستيمز اشتقاقات. يعني هاي ايش كانت؟ ديفاين. بحط ديفاينينج وديفاينز وكل الكلمات. هاي قد ايه بصير حجمها؟ كبير، من واحد الى كيو، يعني بدز توصلها 2000 كلمه. هذا الاري صار عندك هلا. هاي 2000 كلمه عندي. شنو هاي؟ شايفين هاي اصلها من وين؟ ال 2000 كلمه منين جبناهم يا هذا المترجم؟ من كل جلوس. يعني لو انك انت يا فاتح كاتب بدك تكتب تعريف الطهاره، انت ابن منظور وبدك تكتب تعريف الطهاره وبدك تقعد تكتب، اي كلمه بتخطر على بالك لها علاقه في الموضوع احنا جبناها. واضح؟ أي كلمة بتخطر على بالك جبناها. مسكت كل كلمة و نبشتها. هلا بعدها هيك بتصير العملية. لاحظوا، هون على فكرة بحط ويت. هلا بشوف شو بسوي. باخذ كل هذا سيرش دومين، سيرش دومين هاتوا مقدر هذا مثلا فيها 1500 كلمة هاي، صح؟ وهاي مثلا فيها 2000 ايش؟ دومين، سيرش دومين. 2000 ايش؟ جلوس. باخذ الكلمة ذي، طبعا انسى ذي هاي. تريتوري وردت هون؟ اوكي اكيد رح تورد. لا مش اكيد، لا. هلا اذا وردت اذا موجودة هون انتبه، الويت تبعها مثلا واحد. حط عداد واحد. اوكيوبايد وردت هون؟ لا هاي وردت هون مثلا. الويت تبعها بجوز ربع. بضيف واحد زائد ربع. باي وان وان لا ما وردتش. وهلما جرى فبصير اضيف العداد على السيرتمنت تجمع الويت تبع الجلوس كلها. ايوه لكل سيرتمنت بصير لكل جلوس عباره عن ويت. هو شو هذا الويت بعبر عن؟ مجموعه وروع